كل ما دخلتي في صراع إثبات العكس وإنك هذا العيب ليس فيكي، هيطلعوا لك عيب ثاني، وهتلقي نفسك من صراع لصراع ومن جهاد لجهاد لإثبات الناس إن أنت شخصية حسنة وإنك أنت شخصية عكس ما يروها. في الأخير أنت اللي هتتعبي. خلي كل واحد يظن فيكي ما يظن، واشتغلي على إرضاء نفسك، واشتغلي على تعزيز نفسك، واشتغلي على رفع استحقاق نفسك.